اهلا بكم مشاهدينا الكرام في شوف تي في من مدينة غزة. اليوم قد تبدو الحياة طبيعية اكثر وعادت الى ما هي عليه ما قبل العدوان الاسرائيلي الاخير على مدينة غزة. تنشط الحياة رغما عن الركام المنتشر في الاحياء في مدينة غزة. هنا اليوم شيء جميل تقوم فيه بعض الفتيات من رسومات جدارية، وهي طبعا الرسومات الجدارية، دعونا نذهب للمحة بسيطة جدا. الرسومات الجدارية كانت تعبر عن الشعب الفلسطيني وقضاياه وهمومه أكثر على الجداريات. كانت من الممكن أن تكون العقوبات الإسرائيلية أكثر خلال الانتفاضة الثانية عام 1987 على من يقوم بالرسم على الجداريات والتعبير عن القضايا الفلسطينية الوطنية ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لسياسة التنكيل في حق الشعب الفلسطيني. هذه الجدارية تمثل ثورة داخل مجتمع قطاع غزة المحاصر، وهنا أيضا يطلقون هاشتاج سيف شيخ جراح وهنا باقون. وبالمناسبة هذه الصبارات هي تعبر عن صبر الأسر، أسر حي الشيخ جراح، الصامدة ضد قرار الترحيل الذي تريد أن تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلية لترحيلهم عن الحي وتهويده وتمليك أيضا أسر يمينية متطرفة إسرائيلية لهذه المنازل. إلى جانب هذه كانت عبارة عن سيدة فلسطينية لا تريد الصمت عن السياسة الإسرائيلية المفروضة منذ عام النكبة، وهذه أيضا هي خريطة لفلسطين وجناحين كانت قد رسمتهم الشابة المقدسية منى الكرد، و عبرت أيضا عنه. وتحولت هذه الجدارية في مدينة القدس لجدارية صامدة جدا يقوم فيه الشبان والشابات بالوقوف على خريطة فلسطين والتعبير كأنهم يطيرون في قضاياهم الوطنية. نريد التحدث أيضا مع بعض الفتيات، نتعرف على حضرتك. أنا طالبة رفقة حجازي بدي تانية ثانوي. إحنا أنا وصحباتي شفنا اللي بيصير بحي الشيخ جراح، شفنا منى الكرد منزل جداريات والاحتلال إجا بالليل ومحاها كلها. طبعاً أهرنا لما شفنا هذا الإشي، فتاني يوم على طول قعدنا نحكي إنه بدنا نعمل، وشفنا مكان وجمعنا بيننا مصاري وشفنا الأفكار وطبقنا. إجينا من 10 الصبح وهينا بنعمل فيها، واللي كان كل الجيران بيساعدونا وبدعمونا. طيب يعني الاحتلال الإسرائيلي حاول إنه يزيل هذه الشعارات من نفس الجدارية الموجودة في مدينة القدس؟ حاول يقومها. ليش؟ عشان إنه يبين إنه مسيطر على المكان وكده، بس إحنا رسمناها عشان نعبر إنه إحنا واقفين مع حي الشيخ جراح بكل خطوة وإنه حاضرينهم إن شاء الله. تمام. يعني كيف اعتمدتوا على نفسكم على ذاتكم من خلال إحضار المعدات هذه؟ أول إشي أنا كنت عاملة قبل كده أكم جدارية عن الكورونا والكده عن الكورونا وأكم الشغلة، وصحباتي كانوا يعني كل اعتمادهم عليا، بس الحمد لله يعني الأمور كانت أسهل بكتير مما توقعنا. ورحنا على محل بويا وجبنا أكم شغلة، يعني ما كلفناش كتير، بالبعض جمعنا وطلعنا، وفي حتى شركة الدهان قلت تدعمنا إن شاء الله بأكم جدارية. جميل جدا. ننتقل لزميلتك، نتعرف على حضرتك وكم عمرك؟ اسمي منى داود وعمري 15 سنة. أنا هاي أول جدارية إلي، يعني أول مرة برسم على الجدار. أنا طول عمري يعني برسم على ورق، على لوحات كانفاز يعني، وحبيت إنه تكون بدايتي في رسم على الجدار إنه دعم لفلسطين ودعم لأخوتنا في الشيخ جراح واللي بيصير معهم. ورسمت هاي الرسمة بتعبر عن إنه إحنا ما بنقدر، يعني من أيام النكبة مش قادرين يعني ناخد حريتنا، بس إنه حبيت أعبر يعني زي هيك. تمام. انت كيف تابعتي الاخبار من رمضان؟ كيف كان العدوان الاسرائيلي بالنسبه لك؟ كان دائما بابا يفتح الاخبار، يعني التلفزيون دائما شغال عندنا. كمان على السوشيال ميديا، يعني اول مره نستغل السوشيال ميديا صح وينشر يوصل صوتنا للعالم. بتمنى كمان يوصل صوتنا ورسماتنا للعالم قد ما نقدر عشان نعبر عن تضامننا مع القضيه.
شكرا لك. طبعا يعني هذه نموذج من الشابات اللواتي يريدن ان يوصلن صورهم رغما عن الدمار الذي حل في مدينة غزة قبل ايام واعلان وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار الذي جاء كنداء من أصوات المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية على مدينة غزة. نتعرف حضرتك يارا مهدي. طيب يارا، أنت كم عمرك وليش اليوم بترسمي هذه الصبارات؟ عمري 16 سنة. احنا هلأ رسمنا كل هالرسمات عشان نبين للناس انه احنا متضمنين مع الشيخ جراح، وحبينا نعمل هالإشي من عنا لانه حابين يوصل صوتنا لأكبر عدد من الناس عشان تنشهر كمان قضية فلسطين والكل يعرف ايش قاعد بيصير فيها. وبسبب الدمار اللي صار حبينا شوية نحلي غزة بشوية رسمات بشوية ألوان، وكل بنت مثلا عملت رسمتها بطريقتها، حاولت تعبر بطريقتها. هنا عملوا رسمة إنه عشان الشيخ جراح طردوهم من أهلهم، طبعا حطوا رسموا الصبار عشان يضلهم صابرين وضلهم في بيوتهم وأسماء العائلات، وكتبوا أسماء العائلات اللي ممكن تتهجر من بيوتها، وعملنا هاشتاجات سيف الشيخ جراح وعراق وسوريا، وعملنا كمان رسمة هون اللي هي شابة فلسطينية حبت تحكي عن صوتها وطلع صوتها، بس من كتر الاحتلال ما بيخلينا نحكي وبيصدونا، فعملنا هاي الرسمة. وعملنا آخر رسمة عن فلسطين ورسمنا الجنحان وعشان الحرية، وحبينا بس هالإشي من عنا نتطوع من عنا عشان كمان يوصل صوتنا لأكبر عدد من الناس. شكرا كثير لك. احنا نستكمل كمان مع الصبايا ويكند. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ايش الاسم وعمرك؟ سارة مهدي، 17 سنة. طيب سارة، يعني انت اكبر واحدة فيهم؟ صحيح. طيب سارة، ليش اليوم انت جاية اليوم؟ جاية اعيد ذكرى اللي هم الشجرة اللي رسموها بالشيخ جراح والاستيطان مسحها، فإحنا حابين نقولهم ونوجههم رسالة إنه حتى إحنا بغزة معاكم، وحاولنا قدر الإمكان إنه بطريقتنا إحنا نوصل لهم الرسالة هاي ونقول له إنه غزة معاكم. شكراً كتير إليك. وأنت؟ دانا سعدية، 16 سنة. تمام. دانا، كيف أنت تبعتي قضية الشيخ جراح وكيف عشتي في الحرب الأخيرة؟ طبعاً الشيخ جراح أول إشي قضية كتير مهمة، وإحنا لازم نتابع معها ونضل وما نستسهل إنه إحنا نوقف ننشر أو هيك إشي. فلما شفت انه بلشوا الاستيطان يقتحم الاقصى وهيك، وعرفت القضيه الاساسيه اللي هي انه تهجير 28 عائله فلسطينيه، اللي هو تم تهجير تقريبا تنتين منهم اساسا ب 2009، فهذا الاشي بذكرنا بالنكبه اللي هي في 48، واحنا كشعب صرنا واعيين اكثر لهذا الموضوع، مش لازم نسكت ولازم ضلنا نعبر عن هذا. فانا أتابع شو بيصير كل يوم وأنشر قد ما بقدر إني أنشر. طبعا يعني هذا نموذج من الشابات في مدينة غزة للتذكير بالقضايا المثارة على الصعيد السياسي الفلسطيني، إلى جانب أنهم يريدون إيصال أن النكبة الفلسطينية مرت قبل عشرات السنوات، لكن من الممكن أن نعيد التذكير في من كل جيل لجيل 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 آخر. هذه هي من الممكن أبرز اللوحات التي انتشرت في الفترة الأخيرة وكانت رمزاً للتعبير عن حرية الفلسطينيين وعن صمودهم الأخير في وجه القرارات الإسرائيلية، وهذه هي مجموعة الشابات. كنت معكم في هذه التغطية، أنا أمجدي أغي، تحياتي لكم.